السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. باسندوا يؤكد أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إريتريا. الغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يطالبان بتعديل بنود في قانون التأمينات الاجتماعية. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوا أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للتفاهم مع الأصدقاء في إريتريا لحل قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها بما يضمن سرعة الإفراج عنهم. وأكد باسندوا خلال لقائه أهالي الصيادين المحتجزين لدى السلطات الإريترية بأن الحكومة تتابع باهتمام كبير هذا الموضوع، وشكلت لجانا وزارية ووجهت الوزارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الجانب الإريتري بهذا الخصوص. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق وأثمرت في الإفراج عن كثير عن أكثر من 1400 صياد كانوا محتجزين لدى الجانب الإريتري منذ منتصف العام الماضي وأعادتهم إلى أرض الوطن. استمع نواب هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم إلى إيضاحات من أعضاء اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية حول الإشكاليات التي أدت إلى عدم استكمال اللجنة المصغرة لمهامها. وأكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أن التوافق هو الأساس في عمل الفريق، وقال لا يوجد أي مبرر لتأخير أي عمل أو عمل الفريق والخوض في دوامة الخلافات الصغيرة أو وجهات النظر المتباينة في قضية معينة، فالجميع يجب أن يعملوا في اتجاه تحقيق أهداف الفريق، والنقاط التي يجري الخلاف حولها ترفع بكل بساطة إلى لجنة التوفيق. وشدد العتواني على ضرورة احترام وجهات النظر واحترام الرأي والرأي الآخر بغية الوصول إلى مخارج حقيقية، لافتا إلى ضرورة استشعار أن الجميع يعملون لخدمة قضية واحدة تتمثل في الخروج بالوطن إلى بر الأمان. من جانبه أشار نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني ياسين مكاوي إلى أن اللجنة المصغرة يجب أن تمثل بشخص واحد من كل مكون، وفي حال الحاجة إلى أي فرد في الفريق يتم استدعائه بالتوافق. وأكد مكاوي على ضرورة التوافق وتجاوز الأساليب التي كانت تمارس في الماضي والذي أدت إلى التناحر والخلاف. قالت مصادر صحفية إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على العقيد في القوات الجوية عبد الوهاب عزان أثناء مروره في جولة مارب بصنعاء اليوم الاثنين. يشار إلى أن حوادث الاغتيالات واستهداف النقاط والكهرباء تزايدت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة وتحمل العديد من الدلالات ويضع أمام تحديات إضافية. طالبت الغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية في مؤتمر صحفي لاختتام ورشة عمل حول مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية اليوم بصنعاء، طالبوا بتعديل قانون التأمينات في 7 نقاط قالوا إنها مجحفة بحق شريحة كبيرة من العمال والموظفين في القطاعين. معترضين على بنود جاءت في قانون التأمينات أهمها تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين ورفع نسبة التأمينات إلى 18%. إن أبرز الاعتراضات على القانون في البنود في القانون هي في البنود التالية والتي نتطلع إلى تجاوزها بتعديلات قانونية، وأبرز الملاحظات هي: 1. تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده بثلاثين ضعف من الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة، مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة، مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز، البنوك والمصارف، المجموعات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية، وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من 300 مليون ريال شهريا. 2. رفع
رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15% إلى 18%. ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة عدن برئاسة المحافظ وحيد المهندس وحيد علي رشيد الملاحظات والمقترحات النهائية المطروحة على مشروع الخطة والموازنة العامة للمحافظة للعام 2014. وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات ومكاتب الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والمالية والأشغال العامة والطرق والتخطيط والمياه والصرف الصحي ضرورة رفع مستوى تحصيل الإيرادات المحلية للمحافظة للعام القادم لمواجهة نفقات البرنامج الاستثماري المقترح لنفس العام. وشدد الاجتماع على أن تعطى الأولوية للعام القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ قبل أي مشاريع جديدة، وأن يضع مدراء المديريات خطة تنفيذية مزمنة للعام القادم للشروع في تنفيذ المشاريع المقترحة للمديريات، على أن يتم موافاة لجنة المناقصات بالمحافظة بنسخة من الخطة للإشراف والمتابعة، وأن لا يتم تحديد أي مشروع جديد إلا بعد ضمان تحديد الموقع. وتناول الاجتماع مشاريع مديريات محافظة عدن المقترحة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي التي برزت نتيجة النمو السكاني، والمشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بحياة المواطنين. أقامت قيادة الإصلاح في الدائرة 242 لقاء موسعا في الذكرى 23 لتأسيس الإصلاح بحضور عدد كبير من مشايخ وأوجهاء منطقة بيت منعين الضلاع الأسفل. حضره رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة أحمد علي صلح، الذي تحدث للحاضرين عن مناسبة الذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، مستهلا حديثه عن عظمة المناسبة وأهميتها الغالية في نفوس أعضاء ومحبي ومناصري التجمع اليمني للإصلاح. على ذات الصعيد، أقامت قيادات الإصلاح بالدائرة 240 بمديرية الرجم ندوة سياسية بالمناسبة تحت شعار مع الإصلاح من أجل يمن جديد ومستقبل أفضل. حضرها رئيس الدائرة التخطيط يحيى التعزي، ورئيس دائرة الإعلام والثقافة في إصلاح المحافظة حمود المروي، وبمشاركة جمع كبير من أبناء الدائرة في منطقة بيت البشاري وبني العشال. إلى ذلك، أقامت قيادة الإصلاح في منطقة بني الغذيفي والأهجر والشاحذية أقامت ملتقيات موسعة بذات المناسبة، حضرتها جموع غفيرة من أبناء تلك المناطق، وأحياها عدد من قيادات الإصلاح في تلك المراكز الانتخابية. أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديرية عسيلان مهرجانا جماهيريا وحفلا فنيا حاشدا بالمدينة أو بمدينة النقوب، وذلك احتفاء بذكرى تأسيسه 23. القيادي في الإصلاح بالمديرية الأستاذ أحمد ناصر الشريف قال إن الإصلاح كان وسيظل يعمل لتقوية الشراكة الوطنية مع كل فئات المجتمع واتجاهاته، كما طالب بتوفير الخدمات الأساسية لمديرية عسيلان التي قال إنها ظلت تعاني عقودا طويلة من التهميش. رئيس دائرة الإعلام بالمكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة الأستاذ سالم صائل من جهته طالب السلطات المحلية وأجهزتها الأمنية القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، وكذلك العمل على تحسين مستوى الخدمات. بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، نظم القطاع النسوي للتجمع اليمني للإصلاح بالدائرة 86 بمحافظة إب يوم أمس حفلا خاصا لتكريم عشرات الطالبات المتفوقات في نتائج شهادة الثانوية العامة بالمركز نون، وكانت ضمن المكرمات الحاصلة على المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية اليمنية الطالبة هاجر حميد المتوكل. وأهدت المتفوقة هاجر المتوكل نجاحها وتفوقها لأمها وأبيها، وهنأت الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية اليمنية، كما هنأت التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 23 لتأسيسه. وفي سياق متصل، نظم فرع الإصلاح في الدائرة 92 بالمخادر حفل تكريم لعشرات الطلاب الأوائل في نتائج الثانوية العامة والحاصلين على تقدير ممتاز بالدائرة، وتم تسليم المتفوقين شهائد تقديرية وجوائز نقدية،
ومن ضمن المكرمين الطالب الحاصل على التقدير السادس على مستوى أوائل الجمهورية اليمنية علي محمد أحمد البقيرة، تم التكريم بحضور قيادات الإصلاح في الدائرة وأولياء أمور الطلاب ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة إب الأستاذ فخري الرباحي. كما تم تكريم الرياضي الشاب كمال المشرع الذي سابق في لعبة الشطرنج على مستوى الوطن العربي وحصل على المركز الأول. بعث التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة رسالة عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد الله حسين روكان شيخ مشايخ قبائل خولان بمحافظة صعدة والذي وافته المنية صباح أمس الأول. وقدم إصلاح صعدة تعازيه الحارة إلى نجل الفقيد الشيخ روكان عبد الله حسين روكان وإلى جميع أبناء الفقيد وإخوانه وأقاربه وذويه وكافة قبائل خولان عامر بمحافظة صعدة. وترحم التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة على فقيد المحافظة داعيا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع أبناء قبيلته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعد الشيخ عبد الله حسين روكان من أبرز مشايخ محافظة صعدة وله إسهامات وطنية كبيرة، وقد تم خروجه من المحافظة ونزوحه إلى العاصمة صنعاء عام 2006 على خلفية مسانداته للدولة في حروبها مع الحوثيين. مشاهدينا الكرام، في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. باسندوا يؤكد أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة للإفراج عن الصيادين المحتجزين في إريتريا. الغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية يطالبان بتعديل بنود في قانون التأمينات الاجتماعية. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل.net. إلى الملتقى لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.